بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث كما أسلفنا في الدرس الماضي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، حديث عظيم الواقع وكثير الفائدة، هو من شوامع الكلم، فإن الرجل اختصر السؤال وكان الجواب أخصر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أنا أريد نصيحة جامعة حيث لا أسأل أحدا غيرك، لأن الموت محتملة ونوائب الزمان كثيرة جدا، واحتمالات أيضا منع من السؤال ثانيا أيضا غير الموت كثيرة، قد يتعرقل هذا الرجل وقد تأتيه أمور يعني تمنعه من السؤال. قالوا أنا أريد نصيحة كاملة أعمل بها، إذا منعني مانع من التردد عليك أو أتاك اليقين صلى الله عليه وسلم الموت وغير ذلك من الموانع، حتى أكون لدي نصيحة أعمل بها طيلة الحياة حتى لا أسأل أحدا غيرك. لأن ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفكر عن غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا للنصيحة يقول آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، وهذا قدمنا أن الإيمان بالقلب فقط لا يفيد، لا بد له من مقارنة اللفظ. قولوا آمنا بالله وما أنزل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأيضا اللفظ أيضا وحده دون القلب لا يفيد. قل آمنت بالله مصدقا بالقلب، ثم لما تأكد من عقيدة صحيحة استمر على الاستقامة، تعلم العلم وطبقه، هي الاستقامة ليس شيئا زائدا على تعلم العلم وتطبيقه. عالم عمل بعلمه، قد يكون العالم بحر علمه، وقد يكون متوسطا، وقد يكون مبتدئا. عالم معنى عالم بما طبق، علم من عمل بما علم، علمه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الإمام الصاوي في شرح أسماء الله الحسنى للإمام الدردري العارف بالله تعالى الدردري أحمد الدردري المصري المالكي، عنده حزب أحزاب وعنده نظم لأسماء الله الحسنى، وشرح الجميع الإمام الصاوي المفسر وهو تلميذه ومريده. قال جمع الإمام مالك الشريعة والطريقة في هذه الجمل، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. فالناقص من الاستقامة، فلو استقام الناس استمروا على ما علموا لعلمهم الله تعالى علم ما لم يعلم، لأن الله سبحانه جل جلاله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل. فالتقوى هذا هو أنفع شيء للتقدم الذهني، التقدم العلمي، التقدم الفهمي، التقدم الاستقامي. معناها كل ما استمررت على الاستقامة فاعمل بما علمت، واعمل بما علمت تورث علم ما لم تكن تعلم وتربح مغنما، تربح زيادة، لكن اعمل بما علمت لا تتجاوز ما علمت، الذي علمته طبقه، لكن احذر من أن تعمل بما لم تعلم، لأن التقوى حاصلها تطبيق ما علمت، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال، هي الاستقامة. الاستقامة على ماذا؟ على ما تعلم.
لأن الاستقامة على غير ما لا تعلم هذا جور، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه المشكلة التي نرى كثيرا من الناس الآن، يحاول العمل بدون علم، هذا تضييع وقت. فالعامل بدون علم آثم إما مرتين أو أقل احتمال مرة واحدة، لأن تجرؤه على العمل بدون علم هذا إثم، لأن الله سبحانه جل جلاله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا أول رقم. فإذا أخطأ كان إثمان، وإذا لم إثمين كان إثمين، وإذا لم يخطأ كان إثمان واحدا لتجرؤه. فالإثمان إذا تجرأ بدون علم وأخطأ فإثم الخطأ وإثم العمل بدون علم، وإذا أصاب فعليه إثم واحد لعمله بدون علم. الإمام البخاري قال باب العلم قبل العمل. قال شراح كابن الأنباري لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم أنه لا إله إلا الله فقدم العلم على العمل. قل آمنت بالله، تعلم عقيدة صحيحة وافهمها وأيقن بها، ثم بعد ذلك تعلم الفروع التي تنفعك، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، واستقم على هذا. يعني فإن كنت إنسانا بسيطا تعلم فروض عينك، لا تتعدى مقامك، وطبق هذا في نفسك وفي أهلك، واحذر من الدعوة، لأن الدعوة هي السم الناقع على أغلب الناس لا تصلح لهم، هي مشكلة. فاشتغالك بما لا يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا لا يعنيك، هذا حرام عليك. فأنتم الشباب هنا في أمريكا تجد واحد يتعلم يقول الدعوة وينشر 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 ينشر غير الدعوة والله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي سهلة، كل واحد ممكن يدعو إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فتجرؤ الحاضرين بهذا الحديث كذب، بلغوا عن من؟ عني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلوني ولو آية، ولكن بلغ بقدر ما تعلم، ولكن كف عما لا تعلم. وأيضا تبليغك عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون تبليغ كامل، تلك المسألة التي بلغتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافيا. ولذلك الصحابة كان تبليغهم على قدر مناصبهم، واحد يبلغ بقدرك، وعندما يسأل عما لا يعلم يكف، وعندما يسأل عما يشك فيه يكف. فتبليغهم بالحال أكثر من تبليغهم بالمقال، هو خوف من الله تعالى واستقامته. لذلك أي واحد وجد صحابي من التابعين يقول له أعطيني يدك لأقبلها، كأنس بن مالك، لأنها يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيني عينك لأقبلها لأنها عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التابع الجليل يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل جالستم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا من يوم ولدت لا أفارقه. هذا سؤال غريب جدا، ليش؟ لأنه يريد أن يقول له عن كيفية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كيفية خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريقة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية. الاستقامة فهو الشريعة على ما فسره العلماء والاستمرار على ذلك، هي تختلف باختلاف الناس. بعض الناس يستقيم بطهارته وصلاته وصيامه وأمره لأهله بالمعروف ونهى عن المنكر وتعليمهم يوميا هو أنفسكم وأهليكم نارا، ويكون من الذين قال فيهم الله تعالى استجاب دعاهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا وحبه. وفي من هو استقامته كاستقامة شيخنا المرابط الحاج، عالم علم العلماء ونشرهم في البلاد، فربيت أعلاما وحليتهم تقى فصارت لهم دون الحرام الشباب. ومنهم من استقامته كالشريف محمد الزين، استقامته ببذل أموال الناس وتوجيههم وفتح المدارس وفتح المياه في كل البلاد، ومستمر على هذا العمل الاستقامة. هذه الاستقامة. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول الزم الباب الذي فتحه الله تعالى لك. المهم الاستقامة المنهجية والاستمرار عليها. قل آمنت بالله. لذلك نجد الصحابة في أنواع الاستقامة شتى، فبعضهم استقامته
بالاستمرار بعد أداء فرائضه اليومية ويحفظ المفروض غسل مالي، يعني هذا ما في نزاع، هذا الاستقامة عليه، ما هذا يشترك فيه الناس كلهم، يحفظ المفروض رأس المالي ويقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، هذا ما فيه نزاع، هذا لكل الناس. يحفظ المفروض رأس المالي وما قدر عليه من النفل يواصله يوميا، هذا خلاص نهاية. ثم بعد ذلك استقامات الناس تختلف، فمنهم من هو استقامته على بذل الأموال كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف، ومنه استقامته على شدة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلب كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ومنهم من جمع بين الكل كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى، ومنهم من استقامته في تعليم الناس العلم كعلي رضي الله تعالى عنه. لكن الأهم شيء هو الاستمرار على المنهجية، الاستمرار على المنهجية، يعني الفروض اليومية وما قدر الله من النوافل بحسب كل شخص استطاعته، هذا الشيء مستمر. ثم بعد ذلك يختلف الناس في المناهج، لزم الباب الذي فتحه الله تعالى لك. منهم من يفتح له في الاستقامة في البذل، ومنهم من يفتح له في الجمع بين هذا كله، علم وورع وزهد وتوكل واستمرار على هذا. ومنهم من يفتح له بعد أداء الفرائض اليومية، يعني هذا ما في نزاع، واجتناب المنهيات وامتثال المأمورات، هذا خلاص ما في، هذا لا نزاع فيه، هذا يجتمع الجميع فيه، من يريد الاستقامة. منهم من يفتح له بعد ذلك في الدعوة ويستمر عليها، يستقيم عليها ويعطيه الله تعالى فتحا في ذلك. منهم من يفتح الله تعالى له في الاستقامة في خدمة المسلمين، ومنهم من يفتح له في الدعاء لهم يوميا، الدعاء لاستقامة، الدعاء للمسلمين. يعني أبو ذر الغفاري قال كان يدعو يوميا ل360 شخصا معين، هذا دون الدعوة العامة. أتعرف ما الحكمة بذلك؟ لأن السنة حسب ما أفهمه السنة الشمسية 360 يوما، فكل يوم طلعت فيه الشمس يدعو ل360 شخصا مستقيما على هذا. الاستقامة هي أهم شيء، الدوام. لذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل وإن قل، معناها الاستمرارية يوما، كونك يعني تعلم أبنائك يوميا، يعني بيتين أو زوجتك أو يعني أمك أو أختك أو أحد والديك، يعني بيتين من الأخضر أو يعني أبيات من الشروب يوميا حتى تنهيه، ثم بعد ذلك تستمر على الأخضر يوميا معهم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه وأنت مستمر على، أهم من أن تتعلق بوظيفة الأوزاعي وبعد ذلك تنقطع. هذه لا فائدة لها، لأن الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت معناها المنقطع. فإن الإنسان إذا حمل يعني على ظهر بعيره جمل متاعا فوق طاقته، هذا الجمل قد يكون نشيطا وقويا فيعمل بأعمال زائدة على قدرته الطبيعية، فلما يصل إلى وسط الطريق ينكسر ظهره فيبرك ويموت. في وسط الطريق قد تكون في الصحراء، وقد تكون في الطريق السريع إذا كانت سيارة فريوي هي فوق شحنها، فتأتيك طريقة سيارة أخرى وتضربك، تموت أنت وتنكسر السيارة، وقد تبقون أيضا في صحراء في هذا الجمل ويصيبكم عطش وتموتون أنت والعائلة كلها، لأنك حملت الجمل أكثر مما يطيق، وحملت السيارة أكثر مما تطيق، وحملت النفس أكثر مما تطيق. فأنت في وسط العبادة كنت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وكأنك المراد الحاج، ثم في أنك لما وصلت إلى شهرين أو ثلاثة تغير الأمر كله ورجعت، حلقت اللحية ورجعت، يعني ها رأيناها هنا ورجعت، يعني تمشي بين أصحاب المعاهد هنا في أمريكا وتتطمع فيهم وتأخذ منهم، ونحن نعرف هذا، يعني ما هي الفائدة؟ فإن المنبت معناها المنقطع في وسط الطريق لا أرضا قطع، ما أنهى المسافة وهي الوصول إلى الله تعالى، أو المدينة إذا كنت مسافر في السيارة المدينة التي أنت ذاهب إليها، ولا ظهرا وما تركت السيارة أو الجمل يبقى صحيحا. فأنت خسرت الأمور، ما وصلت إلى النقطة الأساسية
وما تركت الجمل حتى يساعدك أو السيارة يساعدك منه. الاستمرارية مهمة جدا، فاستمر على الأعمال ولو قلت، المهم حاصل. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى قال التقوى، التقوى هي الاستقامة، التقوى ليست بكثرة الصيام والصلاة والإنفاق، بل هي بالامتثال لأوامر والانتهاء عن النواهي يوميا. يوميا، هذا هو أصعب شيء يقدر عليه السالك. هما العلماء في موريتانيا بعض من أحد مشاهيرهم، هذه كلمة مشهورة جدا، يقول لكل ولي كرامة وكرامة المراد بالحاج الاستقامة. هذه الاستقامة هنا معناها استقامة زائدة على المعتاد عند الناس. فالاستقامة أيضا هي أنواع، فيها الاستقامة العادية، واحد يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي يوميا خلاص، ويقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. هذه استقامة العوام، ويا ليتنا وصلنا إلى ذلك. استقامة العارفين بالله تعالى أن يستقيموا على حالة في نهاية الخوف والرجاء والزهد والتوكل يوميا. قيل أنه الأوزاعي لو قيل له أنك ستموت غدا ما زاد في عمله. هذا يوميا، يوميا. وهذا هو الذي يقول فيه ابن الفارض: ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. لو خطر بي غير الله سبحانه وجل جلاله أحكم على نفسي مرتد، لأن هذا يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار الصالحين بالنسبة للمقربين لله تعالى الدرجة العالية من الأبرار سيئات. هاي استقامة خيالية 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 خيالية. لكن هذا كل أهم شيء يقول الإنسان بقدر ما يستطيع. في الحديث الصحيح حديث البخاري: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون ما تقدرون عليه يوميا، فإن الله لا يمل حتى تمل. يعني المهم استمروا على الأعمال. واحد من طلاب المراد الحاج أراد أن ينفق نفقته اليومية، كاد يموت خلال أسبوع، لأن الرجل يشرب قليلا حسوات من اللبن، وإذا جاء بشيء قليل من الكسكس يأكله أو شوي من اللحم مرة أو مرتين، ولم نسمعه سأل عن طعام ولا عن شراب إلا إذا عطش يسعى. هذا شيء آخر. فنحن كوننا نستمر على هذه الدرجة قبل أن نطبق الفرائض اليومية هذا جنون. نعم هذا جنون، هذا خيال، هذا واحد يحلم. خلي عنك، يعني هو تشبه الضعيف بـ 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 بالقوي على غير التدرج، على غير خطوات الصبي. الصبي طبعا سيحاكي أباه، ولكن سيحاول يمشي، ثم بعد ذلك يسقط، ثم بعد ذلك لكن سيستمر. والذين جاهدوا فينا الذين يستمر، ثم بعد ذلك يصبح مماثلا لأبيه في المشي وفي الأكل وفي الحركات وفي العمل، إن كان ناجحا كان موفقا، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل. فكونك تقفز على مرحلة عارف بالله تعالى وأنت ما زلت في الحالة الأولى، ما زلت نحتاج أنك تستمر على الفرائض اليومية، هذا خذلان. الاستقامة هي أهم شيء، ولها طبقات كما قلنا. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك الرجل الآخر في حديث صحيح، وهو في حديث الأربعين النووي، قال له: أرأيت أن لو أديت الصلوات اليومية 5 صلوات يومية فقط، وأعطيت الزكاة ووصلت رمضان فعلت فقط هذا، أدخل الجنة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لما ولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما رجع قال: أفلح هذا إن صدق، هذا فاز. معناه هذا إن طبق هذا يوميا وكما قال صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. لأن أهم شيء، أهم شيء هو الواحد أن يمتثل المأمورات ويجتنب المنهيات يوميا، فإن قدر على الزيادة فهذا ربح كما قال ابن عاشر: ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به والي، لكن يستمر. فإذا أخذ نفلا أيضا لا ينبغي له أن يقطعه، فليأخذ أيضا من النفل ما يستطيع ويستمر عليه بقدر الإمكان. فهنا في الاستقامة فائدة عجيبة، هي التعلق بالله تعالى دائما، هي أنك دائما متعلق بالله تعالى.
فاستمرارك على هذا العمل يوميا ينبئ أن نيتك حاضرة وأنك متعلق بالله تعالى سبحانه وجل جلاله يوميا. وهذا يرجع إلى أن يكون الإنسان عنده عمل من أعمال القلوب يوميا. وهو الذي يقول فيه العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله تعالى ونفع على بركات الجميع: وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شمخنا من مظاهر الأعمال. فكونك تتعلق بالله تعالى يوميا وتفكر عنه يوميا خوفا رجاء زهد توكل، هذا أفضل عند الله تعالى من أجبال أعمال من الله من الصلوات والنفقات والصيام ظاهرا، لأن ذلك قد لا يكون فيه تعلق بالله تعالى، وقد تكون مغرورا بنفسك وتعتقد الفضل على غيرك وتحبط الأعمال كلها. هو في مقدمة الأخضر ما قال ماذا قال؟ اعتقاد الفضل على الغير تعالى. تعتقد أنك أفضل من غيرك، هذا خلاص، هذا كأنك تلعب فقط سلة القدم، كرة القدم لا فائدة فيها، تضيع وقت. أنت قائم الليل تفكر أنك أفضل من غيرك، أو صائم النهار تفكر أنك أفضل من غيرك، رؤية الفاضل على الغير خلاص تصبح كنت مسكين عطشان وعطشان وجوعان وتعبان و من الخاسرين. نعم، هذه مصيبة كبيرة جدا جبيرة جدا. ولكن هذه الأعمال كلها لابد من تصحيحها. الميزان الشرعي ابتداء ضعها عليه، ويزيل الخاطرة بالقسطاس يوميا. فعل حسابات، وانت تاجر، انت عندك سيارة تبيعها وعندك مكتب، هل انت ستكون غافلا يوميا عن ما هي الأمور التي تحدث في مكتبك؟ لا، من هي خسارة؟ نحن إذا كنا عندنا سيارات، عدد من السيارات، وعندنا مكتب بسيط ونفكر عنه يوميا وكيف يرتفع وكيف ينقص، فهذه رؤوس أموالنا. إذا نحن، هذا هو الحساب، يحاسب النفس على الأنفاس ويزين الخاطرة بالقسطاس كما يقول ابن عاشر، يقال المحاسبة. ثم تراقبنها، يعني النفس، ثم تراقبنها فالخائن إذا خل الجو له لا يتقن. راقبها، فإذا خائن، النفس خائنة، والخائن العامل غير الناصح، لو تركت له المكتبة يوميا ماذا سيقع؟ ولو يوما واحدا كم يخرب عليك من الكمبيوترات ومن الأمور، والغش سيدس هناك ما لا يمكنك أن تصلحه خلال سنة. هي النفس، الخائن إذا خال الجو له في البناء أو في الصنعة لا يتقنها طبعا، سيفسدها، يجعل لك شيء فيك، يجعل لك صور يعني مزورة كلها، بعد ذلك سيكون إصلاحها أكثر يعني تكليف من ابتداءها. أولا سيؤديك إلى أنك تهدم البناء كله ثم تعيده، وأنت كنت ممكن تبنيه يعني في خلال يعني، فسيؤديك الآن إلى هدم وبناء جديد. المراقبة هي أهم شيء، الاستقامة هي أهم شيء. ما هي نتيجة الاستقامة؟ الاستقامة ليست نتيجتها يعني أمرا يتخيله العقل. أول ضيافة للمستقيمين الله تعالى يقصها علينا في كتابه، يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند مفارقة أرواحهم الجسد، عند الموت مباشرة قبل الدفن مباشرة ملائكة الرحمة تنزل من السماء إلى هذا الشخص الكريم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، قائلين: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزل ما يقدم للضيف ابتداء، هذه مقدمة قبل الضيافة الكبرى. أما ما في القبر، أما ما في الجنة فعن البحر حده ولا أحد شيء آخر. شيخنا المراد الحاج يقول: فلتتزودي نفيس، تصير النفس تتزودي من التقوى، فلتتزودي نفيس واذكري سؤال رب المالك المقتدر، فإن أهبة، فإن تأهب واستقامة الفتى المشمر المستمر على استقامتي
فإن إهبة الفتى المشمر نافعة له غدا في المحشر. ومن يرافي ذي الدنا يا بطري فسيرافي تلك لا تحير. من يرافي الدنيا لا بطر غير مستقيم يعني لاعب بحياته فسيرى متحيرا يوم القيامة. فسيرى في تلك لا تحير. فهذه دار الأسى والقدر وصاحب العقل بهذا الكدر. فلا يغرنك طول الحضري يعني نفسه فستسافرين كل السفر. وإن في الموت لداد النظر لعبرة تفوق كل العبر. فكم نرى على ممر العصور صاحبه مغيبا في المدر في القبر. نرى صاحبه في القبر وليس للذي أتى بمخبر وليس للذي أتى بمخبر له بكلمة واحدة مما يعلم. وهو لو كلم لو أذن الله تعالى له بالكلام جم الخبر عنده من الخبر ما لا تفكر. هو في قبره عنده من أخبار القيامة والغيوب والانكشافات ما لا يمكنك أن تتصوره. لو تكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأعلم لما أسمع لما أقول منهم ولكن لا يشيبون. وفي حديث مسلم إنهم أسمعوا منكم وإنهم أسمعوا منكم ثبتا فذاك في صحيح مسلم أتى. صحيح. إذن الاستقامة هي الكرامة. الاستقامة هي الكرامة. ليست الكرامة بوجود هذه الخوارق الآن كما الواحد يكون يتبعه آلاف الناس ويقبلون يده ويعطونه الهدايا يوميا عند بابه وحساباته لا تعلم واحتراماته. هذه ليست هي المهم. ولا تظن كثرة الأتباع كما يقول علامة بن خديم حفظه الله تعالى ورعاه ولا تظن كثرة الأتباع دلت على العلم والاتباع. كثرة الأصدقاء لتخليط دليل وقائل الحق صديقه قليل. ولا كثرة الأتباع تنجيب للنماء تطيل سؤال المرء يوم القيامة. الاستقامة هي الكرامة. قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثية كتاب عنده قال لو كانت الولاية بالكرامة الكرامة لما مشى قوم على الأسماك الأسلاك على 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 الماء ومات الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما عطشا بجنب الفرات. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء ما أعطاه قطرة ماء ما بل حلقه من الماء. لكن هي لا تساوي عند الله جناح والله لم جناح بعض والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه. لكن الكرامة الكاملة هي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر الآية كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه إذا قرأ الآية يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قطعا أنا أؤمن بالله ولكن الاستقامة شيء له فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا إيمانا صادقا ثم استقاموا يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. والحسن حسن كان إذا رأوا الناس ماشيا في الشارع يبكون من خشية الله. فقط حاله فقط خشيته وورعه وحركته ومنهجه السير يوميا يبكي الناس. لا يحتاج أن يقول قولوا آمنا بالله ولا اتقوا الله ولا فقط أهل في الطريق يبكون من خشية الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استقامة مهمة جدا. وهذا هو منهج شيخنا المراد الحاج تربيته للناس وفقط استقامة. الاستقامة الاستمرار العلم وتطبيق العلم وتطبيق العلم وتطبيق. لا تجد المراد الحاج يقول واحد خذ سبحة ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة ولا سبح 100 مرة ولا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة ولا قرأ من القرآن يوميا 10 أحزاب أو 10 دنانير. لا يطبق يعلمه العلم ويرونه يطبقه في نفسه يوميا استمراريا. هذا هو الذي يقول فيه الشاعر فربيت أعلاما وحليتهم تقب ربيتهم بحالك قبل مغالك وحليتهم ألبستهم تقال لباس التقوى ذلك خير. فصارت لهم هذه التقوى دون الحرام شبام أفطمة فطم
بس كلام كامل عن تخيل المعاصي، كما تفطم الأم رضيعها، ضطم يعني في طعم يعني لجام كامل يعني خلاص سد الطرق. وهذه نتيجة الشيخ، يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه. أول شيء من علامات الشيخ أنك إذا رأيته تتذكر الله سبحانه وتعالى، لا تتذكر الدنيا والسياسة والمنظمات لا، يذكرك الله، لأن النتيجة منه يوصلك إلى الله تعالى ويوصل العبد إلى مولاه بقوله، تتذكر رب العزة بحاله. هذا أهم شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد حلمه ولا عبده بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك أن نقول زورا، وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، 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 ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء، وزوال النعمة وتحول العافية، وزوال النعمة وتحول العافية. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. جعلته جنة دوني وثقت بها الا اصادف مما اختشى ضررا، جعلته امامي نحوها سجدا ورا صوابا، فيقنت أن قد حان من صرعي الجبر، وحازت يدي على السهام، وأمسكت عرى ليس يعروها انفصام ولا بتر. هو الملجأ المعهود، هو الملجأ المعهود، هو الملجأ المعهود، أنت الملجأ المعهود، والوزار الذي لديه يقر الأمن من زعزع الدر. ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقاه لست في أجامها تجني، وإننا بك يا رسول نصرتنا، إن يلقنا الكون في أعداده يجني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبينا، تراجع بالكرب وتزال بهم، وتدرك بالرغائب، وتقضى به الحوائج، وتقضى به الحوائج، وتنال به الآمال، وتنال به الآمال وفوق 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 الآمال، ويستسقى الأمام ويجي الكريم على آله وأصحابه أصحاب النبي العم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.